ويشهد الاحتفال بدء العمل في قناة السويس الجديدة بتوقيع الرئيس السيسي على وثيقة افتتاح القناة وإعطاء الإذن بالافتتاح عقب كلمة يلقيها لمدة 15 دقيقة يسبقها كلمة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وقال المهندس يحيى زكي الرئيس التنفيذي لتحالف دار الهندسة الفائز بتطوير محور القناة إن الرئيس السيسي سيعلن اليوم الخميس إنشاء منطقة صناعية متكاملة بالمحور في شرق بورسعيد، إضافة إلى إنشاء 6 موانئ جديدة بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار. قبل ساعات من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ينتظر الجميع الشكل الأسطوري للحفل الذي سيقام في الإسماعيلية بحضور ممثلين عن أكثر من 100 دولة. ومن المقرر أن يبدأ الحاضرين في التوجه لمكان الاحتفال من الساعة 1 وحتى 3 ظهرا، ثم يتوجه ضيوف الحفل من زعماء دول العالم إلى المنصة الرئيسية للاحتفال، ويستقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 وحتى 4 عصرا، ليبدأ الحفل النهاري الذي يفتتح بعرض فيلم تسجيلي عن القناة الجديدة، ويعقبه كلمة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، تليها كلمة الرئيس السيسي الذي يوقع وثيقة افتتاح قناة السويس الجديدة لتكون إذانا بمرور سفينتين بشكل متقاطع في المجرى الملاحي الجديد، لتعلن انتهاء فعاليات الحفل النهارية. وينتظر أن يشهد الحفل عرضا جويا يستمر لمدة 40 دقيقة بالتزامن مع الجولة التي يقوم بها الرئيس السيسي على متن باخرة المحروسة، وستقدم التشكيلات الجوية عرضا يستمر 20 دقيقة، وذلك بمشاركة 250 طائرة مرور على ارتفاعات منخفضة، من بينهم 3 طائرات رافال، بينما يقوم فريق الألعاب الجوية بتقديم عروضا لمدة 20 دقيقة يقوم خلالها برسم الأعلام والقلوب والأشكال الترفيهية. الاحتفال المسائي سيبدأ في 7 مساء بمأدبة عشاء، تليها العرض المسرحي أوبرا عيدا في 8:30 مساء، ثم فقرات فنية تنتهي في تمام 10 مساء.